السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم زميلتكم من تيم ان شاء الله هنشرح دلوقتي المحاضرة الرابعة في كوميونيتي اللي هي بعنوان البيكنج باد نيوز. هي المحاضرة ان شاء الله سهلة وبسيطة جدا جدا يعني، وفي نفس الوقت هي مهمة جدا جدا لينا يعني كدكاترة بعد كده ان شاء الله. نسمي الله كده ونبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة مبدئيا هي بعنوان البيكنج باد نيوز، شرح نفسها ازاي تبلغ حد بخبر سيء. بدالك اصلا يقول لك ايه هو الباد نيوز، وات از باد نيوز، قالك هي اني انفورميشن ويتش ادفيرسلي اند سيريسلي افكت ان انديفيدوالز فيو اوف هيز او هي فيوتشر، يعني هي اي معلومه تدي انها تاثر بالعكس او تاثر بالسلب على مستقبل الشخص اللي انت هتبلغه اللي هو في حالتنا ده ليه المريض. تمام، زي ايه؟ قالك زي اللايف ثريتنج ايلنس، يعني زي مرض مميت او ما حد بيسمعهم اصلا بيتخض، زي الكانسر وزي الايه زي الاتش اي في الايدز. طيب زي دي جينيريتيف كونديشن، زي امراض بتينا تصيب الاجهزه وتينا تسبب فيها ايه ضمور وتضمها، زي عندك ايه الالزهايمر والديمنشيا. الديمنشيا ده اللي هو الخاف اللي هو بيصيب برضه الناس الكبار في السن كده زي الزهايمر، الاثنين بيعملوا دي جينيريشن في الايه في البرين وكده. طيب كرونيك إلنس، امراض مزمنه يعني ما بتتخفش وملهاش علاج وكده، زي روماتويد ارثرايتس، زي سيستميك لوبس ارثيماتوزس كده. برضه زي ايه؟ قالك زي المينتال ريتارديشن في التشيلدرن، زي داون سيندروم او سيبرال بالسي. برضه الداون سيندروم ده يعني حاجه برضه مش صعب، من حاجات صعبه قوي، لان هو يعني بيتعف اصلا وست حامل في الطفل ده، بيبتدي الدكتور بيعرف وهي حامل فيه، فالدكتور بيبتدي ان هو صعب قوي عليه ان هو يبلغها انت ابنك اللي انت هتولديه ده هيكون عنده داون وكده. او السيبرال بالسي اللي هو الايه اللي هو الشلل الدماغي، ده بتبقى الام بتيجي تشتكي للدكتور ان طفلها ايه، ان طفلها المفروض ان هو ايه، المفروض ان هو في السن ده ان هو مثلا يمشي لو اقل من سنه تقريبا، مش عارف عنده 6 أو 7 شهور، المهم ان هو ايه المفروض ان هو يبتدي يمشي او يقعد، لا يقعد زي الاطفال العاديين، او يبتدي انه يعمل يتحرك وكده، لا هو ما بيعملش حاجات زي كده خالص، فبيبقى برضه حاجه صعبه ان هو يبلغها ان هو عنده ايه بلسي ده اللي هو ايه عنده شلل. تمام، كانسر ريكانس او سبيت، ده واحد كان ربنا من عليه وشفاه وعافاه خلاص من الكانسر، وانت دلوقتي مضطر تقول له ان للاسف هي حصل ريكانس والكانسر رجع. تمام، فيلير اوف تريتمنت تو افكت ديزيز بروجريشن، يعني انك تقول له ان ايه ان للاسف العلاج ما بيجيبش نتيجه مع الايه مع المرض. دي كلها امثله للباد نيوز انك تبتدي انك ايه ممكن تقول بيها حد وكده. تمام، يبقى هو الريسبونس بتاع الباد نيوز ده ايه، هو رد فعل المريض على الباد نيوز اللي انت تقوله له. كل واحد ليه رد فعل مختلف عن التاني، كلنا كبشر مختلفين، فكل واحد يبقى ليه رد فعل مختلفه يعني او تقبل مختلف للموضوع. قال في ناس ممكن تقبل الموضوع بالانكزايتي، ان هو يتوتر ويقلق ويرتعش وكده، دينايل ان هو ينكر الموضوع، مش معقول، لا 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 مش معقول، مش متقبل الموضوع، مش يستحيل انا اللي يحصل لي كده، او شك يدخل في شك وصدمه يغمى عليه وكده، او انجر غضب ويقابل الموضوع بغضب، يحاول المشاعر كلها ليه ان هو يبقى غضبان وكده، او جيلت يحسس نفسه بالذنب ويشيل نفسه الذنب كله، او بليم برضه يبتدي ان هو ايه يلوم نفسه، او هيلبلسنس. هيلبلسنس يعني ايه؟ يعني يبتدي ان هو اللي هي يا ربي اللي هي فقدان الحيله، يحس ان هو خلاص مفيش، بيفقد الحيله على طول مره واحده، يقول لك يبتدي ان هو يقلب كلف على كف ويقول لك ايه لا حول ولا قوه الا بالله وكده. طيب او سنس اوف انريالتي، يعني مش متقبل برضه اللي بيحصل، برضه نفس المعنى مش متقبل اللي بيحصل، وشايف ان هو كل ده مش حقيقه وان هو بيحلم والكلام ده. طيب او مس انتربريتنج انفورميشن، يعني ايه مس انتربريتنج انفورميشن؟ يعني يبتدي ان هو يترجم كلام الدكتور غلط، يقول له انت اكيد قصدك كذا، انت اكيد كان قصدك تقول لي كذا، يعني هو برضه ايه ده نوع برضه شكل من اشكال ايه الانكار وكده. طيب امبورتنس اوف بريكنج باد نيوز، ايه اهميه اصلا انك تقول لي المايند باك الباد نيوز دي؟ قالك اول حاجه هي هيلب ذا بيشنت اند فاميلي اندرستاند ذا كونديشن، لازم تقول لهم عشان انك تشرح لهم ايه طبيعه المرض ده وهنعالجه ازاي وهنمشي ازاي في العلاج والكلام ده كله. طيب تاني حاجه هي سبورت ذا بيشنت اند فاميلي، عشان تبتدي انك ايه تقدم الدعم، انت كدكتور تقدم الدعم دي اللي تعرف بقى تقول له احنا هنساعدك ازاي للايه للمريض وعيلته. طيب تالت حاجه قالك ايه مينيمايز ذا ريسك اوف اوفرولمينج ستريس اور برولونجد دينايل، يعني تبتدي انك تقلل الفتره اللي الشخص ده فيها يقعد في ستريس او في ايه او برولونجد دينايل او في انكار او كده، لا تقول له احنا ايه احنا هنعمل كذا كذا كذا، هنمشي على خطه كذا في العلاج. تمام، طيب جميل كده. ايه بقى اللي بيصعب الموضوع ده؟ قالك والله في حاجات بتصعب الموضوع ده على الطبيب وفي حاجات بتصعبها على البيشنت ذات نفسه. ايه اللي بيصعب الموضوع ده على الطبيب اللي هو فيزيشن بيرسبكتيف؟ طيب قالك اول حاجه اللي هي uncertainty about the patient condition، ان هو اصلا مش متاكد من النتائج اللي وصلها، يعني هو ايه ما بقاش مثلا متاكد، زي مثلا اول اللي احنا خدناه في المحاضره اللي فاتت دي اللي هي الايدز، مش متاكد من النتائج، لازم يبتدي ان هو لازم يعني يحلل ما واثنين وثلاثه عشان يبتدي ان هو يتاكد ويوصل النتيجه للبيشنت.
لان فده بتضلي ايه ده بالتالي برضه ده حاجه بتسبب بتصعب الموضوع على الدكتور كده. طيب في or destroying the patient hope، دي بتبان اكتر مثلا لو حد يعني ايه اللي هو خاف من الكانسر وكده، وانت المفروض دكتور كدكتور دلوقتي انت المفروض انك ايه تقول له تاني ان هو ايه حصل له ريكونس ويرجع له تاني، فده برضه حاجه تبقى صعبه جدا جدا الايه الدكتور بيبقى خايف منها ان هو يكون ايه يضمر امله في العلاج. تمام. fear of their inability to treat uncontrollable disease، يعني ايه؟ يعني بعض الامراض اللي هي خلاص بتكون خارجه عن السيطره، او بعض الحالات اللي بتكون وصل فيها بقى اللي هي الاند ستيج وكده، فبيبتدي ان الدكتور بيكون خايف برضه بيكون عنده خوف ان هو يعني هيعمل اقصى ما في وسعه بس خلاص الموضوع خارج عن السيطره. طيب او في of patient anticipated emotional reaction، يعني هو خايف من رد فعل المريض، خايف من رد فعل المريض اللي هو متوقع مثلا ايه على الخبر ده. طيب او دي بقى اللي هي ايه embarrassment at having previously painted too optimistic picture for the patient، يعني ايه يعني هو كان رسم صورة وردية خالص للبيشن ده في الأول، قال له أنت زي الفل، أنت سليم، أنت ما عندكش حاجة، ما فيش أي حاجة خالص. وبعد كده بعد نتائج التحاليل أو بس نتائج الأشعة أو أيا يكن بقى، فوجئ بقى خلاص الموضوع لا ده الموضوع سيء وكده. فأنت ازاي المفروض أنك المفروض أنت كده إيه هتغير كلامك، فده بيسبب إحراج كبير أوي للدكتور كده، ودي برضه حاجة من الحاجات اللي بصعبها. طيب ال culture constraints and language barriers، يعني إيه؟ يعني لو البيش انت مطلوب منك تبلغ له يعني الخبر ده مش من نفس الثقافة ولا بيتكلم من نفس اللغة، فبرضه ده هيصعب الموضوع عليك. طيب lack of training in breaking bad news، يعني بكل بساطة هو الدكتور ما اتحطش في الموقف ده قبل كده، هو أول ما يتحط في الموقف ده فبالتالي ما عندوش لا خبرة ولا عنده طريقة ولا يعني ما مش قادر ان هو يتعامل مع الموقف ده، فدي برضه حاجة صعبة عليه قوي. طيب ده كده بالنسبة لي الحاجات اللي بتصعبها على الفيزيشن او بتصعبها على الدكتور. طيب ايه الحاجات بقى اللي هتصعب الموضوع ده على البيشن؟ ما هو قالك ذا بيشن perspective ايه perspective ماشي، قالك بيشن often have vivid memories of receiving bad news، يعني دي هتبان اكتر مثلا لو ايه لو مثلا حاجة مثلا في فاميليا، يعني حاجة مثلا بتنتشر في العيلة جينيتك او كده، فهو عنده ذكرى متعلقة مثلا ان والده جاله المرض الفلاني، فهو اصلا مجهز نفسه بسبب الايه الميموريز اللي عنده دي ان هو هيجيله نفس الايه نفس المرض ده، فبالتالي هو ايه ده موضوع حاجه صعبه عليه قوي. طيب قال لك ايه نيجاتيف اكسبيرينس هاف لاستنج افكت اون انكزايتي اند ديبرشن، يعني ايه يعني هو اصلا المريض ده كان تعرض يعني تجارب مأساوية في حياته وتجارب حياتية يعني ابتدت انها ايه سببت له لونج لاستنج يعني معاه انكزايتي وديبرشن، يعني طول الوقت ايه طول الوقت مكتئب وقلقان، فدي برضه حاجات هتصعب عليه في تقبله لخبر زي ده. طيب fears of social stigma and impact of disability and illness، يعني حاجه زي كده حاجه زي كده يعني هتبان اكتر فيه اللي هو مريض الايدز برضه. ايه السوشيال ستيجما دي؟ اللي هي وصمه العار، ان هو يعني لما يعرف ان هو عنده ايدز خوفه هو كمريض من ايه من المجتمع بقى والوصمه اللي هيتوصم بيها، مع ان هو على فكره الايدز ممكن يبتدي ان هو يتنقل بطرق تانية زي مثلا اللي هي احنا خدناها قبل كده بلاد ترانسفيوجن وكده. تمام. فدي برضه حاجه هتصعبها جامد قوي على الايه على البيشن وكده. طيب قالك بعد كده ايه هي الميثود تو ديليفر باد نيوز، ازاي تبتدي انك تبلغ البيشن الباد نيوز. طيب في ميثود كتير يعني هي الدكتور ما اكدتش عليها او يعني مش مهم مش هنسال فيها، يعني الاي بي سي دي اي ابروتش، تمام، السبايكس ابروتش، الاس اي 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 كيو ايمرجنسي ابروتش، البيكس ابروتش، الساد نيوز ابروتش. احنا ما يهمناش من كل ده غير حاجه واحده بس اللي هي الايه السبايكس ابروتش، هي دي اللي احنا علينا في المحاضره دي. تمام. هي السبايكس ابروتش مهم جدا 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 نعرف ايه نعرف سبايكس دي هي كلمه كل حرف فيها بيرمز ايه يعني بيرمز لكلمه وكده. تمام. مهم جدا نعرف كل حرف بيرمز لايه. تمام. اول حاجه عندي هي كنا بنقول عايزين نعرف بقى كل حرف منها بيرمز لايه. طيب اول حاجه الاس في سبايكس، الاس فور سيتنج، ايه بقى يعني ايه سيتنج؟ احنا عايزين يعني نحط نفسنا في الموقف ده، ان احنا يعني اكيد اكيد ان شاء الله يعني بعد كده يا رب ما يحطنا طبعا ما يحط حد في موقف زي ده، بس هو احنا ممكن نتعرض اكيد فتره ان احنا ايه نحط في موقف زي ده، المطلوب مننا ان احنا نقول لحد خبر زي ده. هنعمل ايه؟ اول حاجه قال لك الاس فور سيتنج يعني الجو العام او المكان العام اللي انتوا فيه. طيب اول حاجه لازم تبتدي انك تاخد البيشن في اوضه لوحدكم اهو، ارينج فور سام برايفسي، لازم تاخد البيشن لوحده انت وهو لوحده في اوضه وتقفل عليكم عشان تقعد وتيجي تبلغوا حاجه زي كده. طيب سيت داون. طيب جميل جدا. قال لك ميك كونكشن اند استابليش رابورت وذ بيشن، يعني ما تدخلش في الموضوع على طول ما تقولوش انت عندك كذا كذا كذا، لا زي برضه في اي حاجه في الدنيا انك لازم ايه تبتدي انك تعمل علاقه كده معاه، ازيك طب انت عامل ايه النهارده طب اخبار صحتك ايه الكلام ده. طيب
manage time constraint and interruption. دي مهمة، دي مهمة. يعني ايه manage time constraints and interruption؟ يعني انت كدكتور المفروض انك ايه، خلاص انت عارف انك مطلوب منك تبلغه بحاجه زي كده، يبقى تفضي نفسك تماما نص ساعه هتقعد تبلغه بخبر زي ده، لا بقى على وقت، لا ميعاد عياده ولا عمليه ولا اي حاجه، لا انت تفضي نفسك لحد يقاطعكم ولا حد يدخل عليكم ولا حد يضايقكم، تمام؟ فضي نفسك لحاجه زي كده. طيب ده كده بالنسبه لاول حاجه اللي هي الايه، السيتنج. يبقى احنا يبقى في دماغنا السيتنج، المكان او الجو العام. طيب بعد كده البي فور بيرسبشن. يعني ايه بيرسبشن؟ بيرسبشن بقى ادراك ووعي المريض. يعني ايه؟ يعني بكل بساطه انا ابتدي ان انا اسال المريض، او انا بخلي المريض ذات نفسه هو يقول لي ايه، يقول لي عن المرض بتاعه، بحيث ان انا اعرف هو ايه، هو يعني وصل فيه لحد فين، هو فاهم منه ايه، وبناء على اللي هو قاله لي ده ابتدي ان انا ابني عليه بقى كلامي، تمام؟ فقال لك ايه، ديتيرماين وات ذا بيشنت نوز. لازم ابتدي ان انا اخليه يقول لي معلومات عن حالته، تمام؟ listen to the patient، الكلام اللي هو هيقول لازم انا اسمعه وهو بيقول، رغم ان انا ممكن ابقى عارفاه اصلا، بس انا برضه مجبر ان انا اسمع كلامه. طيب accept denial but do not confront at this stage. يعني يعني مثلا البيشن ممكن يبتدي ان هو يقول لك في وسط كلامه، بس انا عارف، عارف ان مفيش حاجه ممكن تحصل لي، ولا لا ده شويه زعل بساط وابقى زي الفل، لا ده انا بيحصل لي حاجه دي وابقى كويس وتمام. فانت في لما تسمع الكلام ده، لا انت سامع وهادي، وما ايه، ما تواجهوش باي حاجه، دو نوت كونفرنت، ما تواجهوش باي حاجه في الايه، في المرحله دي برضه، تمام؟ يبقى البي فور بيرسبشن، ابقى عارفه ان انا ده معناه ايه، الوعي او ادراك، ان انا بعرف المريض ايه، يعرف قد ايه عن حالته، عشان ابتدي ان انا ايه ابني كلامي على ده. طيب الاي انفيتيشن، دعوه. يعني هندعو لايه؟ يعني انفيتيشن انا دعوه، تدي انك ايه، خلاص تسال المريض تقول له والله احنا نتائج التحاليل وصلت لنا النهارده، مثلا لو تحليل مثلا بسأل بقى اي حاجه، فانت تقول له ايه، تحليل وصلت النهارده، انت مستعد انك تعرف النتيجه دلوقتي؟ او اسك بيشن اف زي ويش تو نو. طيب لو مستعد يعرف، تبتدي انك ايه، تدخل المرحله اللي بعدها عشان تقول له النتائج. طيب لو هو مش مستعد يعرف، هتعمل ايه؟ قال لك ليه تمام الحق ان هو ما يعرفش، او اكسبت بيشنت رايت نوت تو نو. ودي معلومه برضه مهمه، انت لازم انت تتقبل ان الايه، ان المريض مش عارف يعرف، مش عايز يعرف، ما تجبوش ان هو يعرف، هو مش عارف يعرف وخلاص، يبقى وقت ما تبقى مستعد انك تعرف حاجه زي كده تعالي. طيب بعد كده ايه بقى؟ قال بعد كده قال لك اوفر تو انسر كويشن ليتر زي وات، يعني لو عنده اي اسئله تاني بخصوص الموضوع ده بعد كده يبتدي يكلمك. طيب يبقى انا بقى في دماغي برضه ايه، الانفيتيشن دي دعوه، ابتدي ان انا اساله انت مستعد انك تعرف حاجه زي كده، ولو مش مستعد خلاص لك كامل الحريه. طيب بعد كده قال لك الكيف والنوليدج، المعرفه بقى، انك تفيد انك تقول له الخبر. يبقى انا بقول له الخبر امتى؟ بقول له الخبر فيه اللي هي النولج دي. طيب قال لك ايه، اول حاجه يوز لانجويج ابروبريت تو ذا بيشن، يعني تفيد انك ايه، تقول له لغه يعني سهله ان هو يفهمها، ما تكلموش بلغه الدكاتره دي، وما تقولوش كلام انجليزي وبتاع، لا قول له ايه حاجه بالكلام العربي وتفهمه الموضوع ببساطه. طيب تاني حاجه جيف انفورميشن جرادولي نوت وان شوت، دي مهمه جدا دكتور اكد عليها. قال لك ايه، انك لازم انت تفيد انك تقول الموضوع جرادولي، ما واحده واحده، ما تقولوش مره واحده انت عندك كذا، لا ده تقول له بقى ده انا احنا كنا قلقانين من كذا، وبعد كده عملنا فحوصات، وبعد كده عملنا تحاليل، وبعد كده في الاخر تنقل بقى للمرحله الثانيه الاخيره بقى اللي هي جيف دايجنوزس، انك تبتدي انك تقول له احنا للاسف اكتشفنا ان عندك كذا، مثلا ايه، وليكن مثلا احنا اكتشفنا ان في كانسر او في ورم وكده. طيب وتقف عند كده بقى تقول له انت عندك كانسر وخلاص؟ لا طبعا، لان اصلا صدمه الموضوع ده كبيره قوي. قال لك بعد كده لازم تدي اني بوزيتيف اسبكت، يعني لازم تدي له اي امل في الموضوع، لازم تدي له اي حاجه ايجابيه، ما تقولوش انت عندك كانسر وتسكت، لا تقول له والله احنا عندنا كانسر بس الحمد لله، الحمد لله احنا وجدنا ان هو ما فيش اي سبيد، ما فيش انتشار للكانسر ده، الورم ما انتشرش، او الحمد لله ده، لا ده ايه ده، ده جود بروجنوزس، ده ليه علاج وعلاج متوفر وكده، وكل عملياته ايه يعني ناجحه ومضمونه وكده اهو. فقال لك لازم ايه، جيف اني بوزيتيف اسبكتس، زي ايه، زي كانسر هاز نوت سبريد، كانسر ما انتشرش. طيب تشيك whether the patient understood what you said، دي برضه معلومه مهمه، مهمه على طول، انك لازم تتاكد اذا كان الايه اللي انت قلته ده وصل للبيشن، ما هو ممكن يكون ايه اتصدم وما تقبلش الكلام ده، او هو مش يعني مش فاهم برضه قوي، او الكلام ما وصلوش، لازم تتاكد ان هو ايه فاهم اللي انت قلته له. طيب يبقى انا كده ايه، يبقى انا كده عارفه في النولج، النولج دي امتى؟ هي دي النولج، هي دي اللي انا ببتدي ان انا اقول فيها للمريض وعنده ايه. طيب جيف دايجنوستس. طيب بعد كده قال لك الاي، الاي بقى فور ايه، فور ايموشن امباثي اند اكسبلور، يعني مشاعرك انت بقى، تدي انك انت كدكتور تدي انك تتفاعل معاه وتظهر المشاعر، مش وانت بتقول له الخبر ده تبقى متجهم وتبقى ما عندكش اي مشاعر ومش على وشك اي حاجه، لا
لازم تبقى فيك تعاطف معاه. اهو قال لك اول حاجه prepare to give an empathetic response، لازم تبقى ايه تدي رد فعل متعاطفه معاه. طبعا هو في حالته دي هيبقى عايز تعاطف حتى يعني من قبل الخاطر كده. طيب give the patient time to express their feeling. طيب بعد ما تدينك ايه ردت يعني قلت له الخبر ده واظهرت رد فعل متعاطف معاه، لازم تديله وقت ومساحه ان هو يعبر عن مشاعره، ان هو بقى يعيط يتضايق يتنافس الكلام ده كله، لازم تديله ايه تديله مساحه ان هو يعبر عن مشاعره. طيب يبقى انا عارفه الاي فور ايموشن او امباثي او اكسبلور. طيب الاس بقى حاجه هي الاستراتيجي او السمعي. خلاص اديت البيشن وقته في انه يتقبل الموضوع 5 دقايق 10 دقايق كده، لا بعد كده بتدي لازم ايه لازم تيجي نقول له الخطه بقى هنعمل ايه بعد كده، ايه الخطه اللي هنمشي عليها خطه العلاج او كده، وتدي انك تنهي معاه السمعي سوري. ask whether they want to clarify something else، يعني تبتدي انك تسأله في حاجة مش واضحة تانية، في حاجة تانية انت محتاج تعرفها. offer agenda for the next meeting، we'll speak to you again when we have the opinion of cancer specialist، يعني احنا هنبتدي ان احنا نبعت التحاليل اللي احنا وصلنا لها والأشعة دي لدكتور الانكولوجي، وهو بناء على اساسها يبتدي ان هو ايه يدينا خطة للعلاج، يبتدي ان احنا ان شاء الله هنمشي عليها. طيب اخر حاجة بقى ايه close interview. يبقى الاس استراتيجي او سمعي هي بكل بساطه هي خطه العلاج اللي احنا هنمشي عليها. طيب يبقى احنا مهم جدا جدا احنا عارفين ايه كل كلمه او كل حرف من سبايكس ستاند فور ايه، الاس فور سيتنج، البي فور بيرسبشن، الاي فور انفيتيشن، الكي فور نوليدج، والاي فور ايموشن، واخر حاجه الاس فور استراتيجي او سمعي. تمام الحمد لله. طيب قالك بعد كده ايه الكومن ميستيك ديورنج بريكنج باد نيوز، ايه بقى الاخطاء اللي الدكاتره بيقعوا فيها لما يجوا يبلغوا حد بخبر وحش. قالك اول حاجه هي inadequate time او information، ان هو اصلا ما زي ما احنا قلنا فوق ان لازم توفر وقت، لازم توفر وقت تدي من وقتك الموضوع ده، ولا حد يقطعك ولا وراك ميعاد عياده ولا وراك مثلا عمليه ولا اي حاجه. inadequate time او information، انك ما عندكش معلومات الكافيه. طيب failure to elect patient understanding or situation، دي غلطه برضه مهمه، انك ايه انك زي ما احنا قلنا ما تاكدتش من ان هو فهم حالته او ان هو فهم المرض ده، لازم تتاكد. قالك ايه giving news at doctor's speed، يعني تيجي انك ايه تقول له تتكلموا كده زي ما احنا بنتكلم، تتكلموا بسرعه كده، لا لازم تتكلموا براحه وباللغه اللي هو يفهمها. طيب not allowing time for emotional response، يعني انك انت قلت له الخبر السيء وما واحده وبعدها ما اديتلوش وقت، انت قلت له احنا نمشي كذا 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 كذا، لا لازم ايه تدي له ايه تدي له 5 دقايق 10 دقايق ان هو ايه يعبر عن مشاعره، ان هو يعيط شويه او ان هو يزعل وكده، بعد كده بقى تقول له ايه تقول له هنمشي ازاي وهنعمل ايه. طيب قالك بعد كده false reassurance about the future، يعني هي دي تتمثل في حاجه واحده، يعني اللي هو هي اللي هو ما توعدوش وعود كدابه، ما تقولوش انت هتبقى زي الفل، ده انت هتخف، ده انت هتبقى سليم، ده هتتعالج والكلام ده كله، يعني ايه 100% والكلام ده كله، لا طبعا. ولا في نفس الوقت moving all hope، ما تشيلش منه كل الامل، لا حاول انك ايه تكون واقعي، ولازم تقول برضه لازم تقول يعني مش هتقول برضه مفيش امل خالص، لا طبعا مفيش حاجه اسمها كده اصلا، طبعا لازم على طول في امل، الامل في عند ربنا، الامل في الله، يعني مفيش داء الا واتخلق له دواء. تمام واذا ما تفوش فين هو ربنا هو الشافي، انت يعني كل دي حاجات لازم تقولها له، فهو مفيش حاجه ده معناه ان مفيش امل خالص، فلازم الواحد يكون ايه يعني معتدل في كلامه كده. طيب دي معناها ايه دي كده بالنسبه لكم من 6 dealing with common situation، ازاي بتعامل مع بعض الحاجات، شويه كلام بقى يعني عادي مفيش حاجه. if patient cries، قالك ايه allow some time تدي له وقت ان هو يعيط، could say I can see you are very upset، يعني تتضامن معاه، انا مدرك والله الوضع اللي انت فيه، could touch the patient، تمام تقدر انك تطبطب عليه، after few moments you should continue talking even if the patient continue to cry، يعني بعد الدكاتره بقى تقول ايه تتأثر وبتاع وتقعد تعيط جنب المريض، لا طبعا لازم ايه تدي له وقته وتدي له مساحته، بعد كده تقول له بقى هنعمل ايه، تقول له خطه العلاج، تكمل حتى لو هو ايه بيعيط. طيب if patient refuses to accept diagnosis، لو هو بقى اصلا مريض يعني قبل الموضوع بناحيه تانية وانكر كل اللي انت بتقوله ده ورفضه تماما، هتعمل ايه؟ قال لك اول حاجه تدينا explore reasons for patient denial، لازم تدي انك تستفسر منه ايه اللي مش واضح بالنسبه لك، طب انت ممكن ليه، او انت مش متقبل الموضوع ليه. تمام don't be competitive، يعني ما تبقاش عدواني في كلامك، يعني هو ما تقبلش الموضوع ما تزهقش وتتعصب وانت ازاي مش متقبل والتحليل اهي انت ازاي مش شايف، لا طبعا ما ينفعش كده، لازم تبقى هادي وراسي وتتقبل ان هو مش متقبل. تمام get family member involved، دي برضه حاجه مهمه جدا، لازم ايه لازم يكون حد من عيلته معاه، والدته
هو شاف بقى والدته وامه زوجته كده الكلام ده كله. تشيك ذا بيشنت هاف ا كلير اندرستاندينج اوف ذا بروبلم. هو وعدها كذا مره انك لازم تتاكد ان البيشنت فهم الموضوع، ان البيشنت فهم الديزيز ده، ان المريض فهم وضعه. طيب دي كده بس المحاضره. قال لك كونكلوجن بريكنج باد نيوز، قال لك هي ديفيكلت بات فاندمنتالي امبورتنت تاسك فور اول هيلث كير بروفيشنالز. هي حاجه مهمه جدا جدا جدا. فوكس تريننج ان كوميونيكيشن سكيل اند تكنيك، كل ده بيحسنها. انهانس بيشنت ساتسفاكشن اند فيزيشن كومفورت. essential skill of medical practice. ما فيش اي حاجه الكلام ده. يبقى هي المحاضره بسيطه جدا سهله جدا. انت اصلا ممكن الدكتور قالت مش مهم متذكره، يعني اي حد مش متذكره هي ايه هيعرف يحل عادي. اللي احنا محتاجين نعرفه نبقى عارفين بس الاكزامبل، او نبقى عارفين بس كل حاجه ما فيش اي حاجه محتاجه تانية يعني نظن. هي بس الايه السباكس ابوتش دي نبقى عارفين ايه كل حرف بيرمز لايه، دي بس اللي مهمه جدا. تمام، واتمنى اكون وصلت يعني ووضحنا اي حاجه مش واضحه فيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.